دي بتحتمي من اي صاروخ معادي، بتظهرش على الرادار. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. عامل بالالكتروماجنتيك ويفز، طياره زي البولد اللي موجوده حوالين الارث، بتحمي من الالترا فايولت ريز. يا بوح ساعتك بتكلمني. انرجي ان ايجيبت از ا موست برودك. اخدت ذا فيرست ان ذا وورلد، دي في النانو تكنولوجي، ازاي بعمل ريبيس ان ذا بلانت اند جيف ات الكترو ماجنتيك تو اتاك ات فروم ذا روكت. ده انجليزي دي يا مرسي. وصلت معايا ان انا اعمل سيل من الكابو لايفز والجراس وودز والبلانت كولد كاكتوس الكالمنجروس. بس بقى كده ظهرت قوي، انت كده قطعت لي الشورت في البسين. احنا عندنا مليون جزيء ده جوه اسم الانسان، مش ممكن يتكاتلوا ويعملوا لي حائط او سد لمجرى دم جوه جسم الانسان مهم. ممكن يقفوا او يعترضوا زي الجلطه بتاعت الدم. لا دي هتبقى جلطه ذهب بقى. الواد ده اكتشاف. ممكن تيجي تقف في مكان وتعترضه، وبالتالي مش هيقدر الدم يعدي فيموت الانسان. ايه نصيحتك لوليد دلوقتي؟ ان هو ياخد باله من بلده. الحمد لله هو بعنصر واحد او بضلع واحد قدر يخرج وليد. ان ضلع في مثلث قدر يخرج كيان علمي. الحمد لله هو بعنصر واحد او بضلع واحد قدر يخرج وليد. قدر يخرج كيان علمي. قدر يخرج كيان علمي. قدر يخرج كيان علمي.